يا رب دايما كده نبدأ يومنا بالتفاؤل وبالبشاشة، لأن دايما بيتقال إن البشاشة هي مصيدة المودة، وإن تبسمك في وجه أخيك صدقة. ليه بنعمل كده وليه نكون بشوشين؟ علشان خاطر ده ما يأثرش على اللي حوالينا ويديهم طاقة سلبية، ودايما تبقى الطاقة الإيجابية هي اللي بتسيطر وهي اللي موجودة في كل المناخ اللي حوالينا، وتحديدا على الصبح عشان نقدر نبدأ يومنا بنوع من أنواع الطاقة الإيجابية، ونكمل بقية اليوم إن شاء الله يعني بحالة من حالات النشاط والبهجة والمودة ما بيننا وما بين كل زملائنا في العمل. عشان كده بنسأل سؤال مهم جدا النهاردة في صباح الخير يا مصر: بتهرب إزاي من الطاقة السلبية؟ ده السؤال اللي قبل ما أقول أنا إجابتي عليه أحب أعرف رأي بسنت فيه. بسنت، الطاقة السلبية أخبارها إيه معاكي وبتهربي منها إزاي؟ أنا عجبني قوي إنك قلت في الأول إن الطاقة الإيجابية دي من أجمل الحاجات، وإن إحنا نبتدي يومنا دايماً بطاقة إيجابية، وحتى إحنا في صباح الخير دايماً بنحاول نبتدي اليوم بأخبار كلها فيها إيجابية على الصبح. لكن عارف يا أحمد، كتير للأسف في حياتنا بنبقى بنتعامل مع ناس عندهم طاقة سلبية، أو بنتعرض لضغوطات في اليوم بتحسسنا بطاقة سلبية، ممكن في الشغل، ممكن في حياتنا ساعة الزحمة أو كل ده بيحسسنا إن يمكن مضغوطين شوية. طيب إزاي بنهرب من الطاقة السلبية؟ عجبني قوي السؤال ده يا أحمد النهاردة. في أنواع من الناس أنت ممكن تبقى بتتعامل معاهم، اللي بيشتكوا على طول، اللي عايشين في دور الضحية، اللي بيكسروا كده في مقاديفك. لو أنت بتقول لهم ده أنا نفسي أعمل حاجة معينة، يعني يقولك عيش على أرض الواقع، انزل بقى من السحاب. الناس اللي من النوع ده في الحقيقة بتحبطك وبتحسسك دايما بطاقة سلبية، وبيسموهم حتى مصاصين الطاقة، لأنه أنت ممكن تبقى داخل بكده بحاجة إيجابية جدا وفرحان ومبسوط، وحد يقعد يهدم فيك أو يقولك كلام أو حتى يشتكي لك طول الوقت، فأنت تحس أنه أنت قاعد زعلان عشانه أو متضايق أو كسفك في حاجة معينة أو بيتريق عليك. الحاجات دي كلها بتاخد من طاقتك. طيب نعمل إيه؟ انت لازم تبقى عارف كويس قوي ان الطاقه دي هاله، فانت لازم تحمي الهاله دي. لو الشخص ده قريب منك وانت مش قادر يبقى في حدود معينه معاه، لانه لو انتوا في بينكم صداقه انت تقدر انك تحط حدود شويه وما تبقاش بتقرب منه كتير زي الاول، تقدر تبقى بتقابله كل فين وفين، فبحيث انه لما يقعد معاك يشتكي لك انت يبقى عملت هاله كده حوالين نفسك، انه لو ساعتين في اليوم مش مشكله او ساعتين كل فين وفين في الشهر مره مش مشكله. لكن لو حد قريب منك جدا مضطر ان انت تقعد معاه كل يوم، سواء في الاهل او في الاقارب او في الشغل، فانت محتاج تفصل وعيك عنه تماما، ما تركزش مع اللي هو بيقوله عشان تهرب من الطاقه السلبيه اللي هو بيديها لك. طيب لو انا الطاقه السلبيه دي فيا انا، يعني انا في يومي اتعرضت لحاجه مخلياني مش مبسوطه او متضايقه او حاسه ان انا يعني حاسه ان انا محتاجه اطلع من المود الوحش ده، هعمل ايه؟ انا شخصيا عندي كده حاجه بتبعها وهي نفعت معايا جدا، اني ممكن اجيب ورقه وقلم واقعد اكتب فيها 10 حاجات انا ممتنه ليها في حياتي. فليكن حاجات بسيطه جدا، ان انا صحيت الصبح قادره اشرب كوبايه القهوه، صحتي كويسه النهارده، نمت نومه مش متضايقه منها، ان انا النهارده كنت نايمه في بيت. وعلى فكره دي مع الوقت مثلا لما تقعد تقول الحاجات دي للناس، طب ما عادي يعني، ما كل الناس عندها كده. لا، مش كل الناس عندها الحاجات دي. شفت كمان بوست عجبني قوي على فيسبوك، انه في ناس كتيره تقعد تقول لك هو انا ليه ما بروحش المصيف، هو انا ليه ما بروحش السينما، هو انا ليه ما بخرجش. في نفس الوقت البوست ده بيقول انه في ناس تانية تقول لك طب قول انا الحمد لله ان انا مش في مستشفى، الحمد لله ان انا معليش قروض او معليش ديون او اللي بينام كده وهو سالم وامن في بيته، دي في حد ذاتها من الطاقه الايجابيه. فلما بتفكر في الحاجات دي كل يوم بتخليك دايما حاسس ان انت احسن، ولما ده تبقى حاجه انت بتعملها كل يوم بتخلي تفكيرك ايجابي، بيخلي ده نمط حياتك واسلوب حياتك. كمان بي احمد بيقولك انه الناس اللي انت بتحوط نفسك بيهم بيأثروا جدا عليك. صحيح. فليكن انه الدخل للشخص ده مرتبط باكتر 5 اشخاص انت قريب لهم. فده انا الطريقه اللي بهرب بيها بالطاقه السلبيه، وحابه جدا اعرف منك بقى انت بص انا عندي انت ايجابي قوي على فكره، بحاول
انت من الشخصيات الايجابيه ودايما مبتسم. يعني اقابل اي مشكله بابتسامه وربنا هو اللي بيستر. بس انت قلتي لي حاجه مهمه جدا كده يا بسنت، ان الشخصيات اللي محيطه بيك هي دايما اللي بتكون بتاثر عليك. انا في حقيقه الامر ما بشوفش ده حاجه ايجابيه، لان انا كده دايما اكون بعرف ناس وبنتقي الاشخاص اللي انا بعرفها. فبالتالي ما فيش حد بيعيش في المدينه الفاضله، غصب عنك لازم تتعاملي مع اشخاص. الطاقه مش انا ممكن انتقي اصدقاء، ممكن انتقي برضه هيبقى صعب جدا ان انا انتقي مثلا زمايل اللي هي في الشغل. بالزبط. خلاص هي بيتعامل عندي صديق اتنين تلاتة خلاص، لكن اكيد مش الموظفين مثلا اللي موجودين في مكان ما لازم يبقوا اصدقائي عشان خاطر اللي انا انتقيهم، لكن انا اللي بكنترول على نفسي. صح. بمعنى دايما يقول لك ايه، موقف سلبي فانعكس عليك بطاقة سلبية، موقف ايجابي انعكس عليك بطاقة ايجابية. لكن في حقيقة الامر انا بشوف ان الناس اللي بتعتمد في اسلوبها في التفكير بان الموقف ده هو اثر عليا سلبا او ايجابا، هي الناس اللي عامله زي الريشه تحديدا في مهب الريح، او اللي احنا بنقول عليهم كده من غير ما نعرف معنى الكلمه، اصل الشخص ده هوائي، كلمه بتجيبه وكلمه بتوديه. موقف سلبي يخلي طاقته كلها سلبيه طول اليوم، موقف ايجابي يخلي طاقته ايجابيه. واضرب مثال بده مثلا لو بنتكلم على مباراه او ماتش بلاقي اللي هو لو النتيجه خاصة بتأهل الفريق اللي أنا بشجعه خلاص أنا بقى مودي زي الفل، وتاني يوم ممكن أروح أعزم المكتب كله على قهوة الصبح. العكس، الفريق بتاعي خسر خلاص أنا أصبح بقى كده يا سواد السواد، والناس كلها النهاردة يعني مش طايقها. فبالتالي العقل هو اللي بيسيطر على تفكيري. يبقى من نعمة ربنا علينا اللي أنا قبل ما بخرج مشاعري وأحاسيسي أنا بعدي الموضوع على عقلي، وعقلي بيبتدي يفكر هل الموقف ده بيتماشى مع رغباتي، بيتماشى مع أهوائي، فبالتالي هو بيبسطني ولا لا. فإذا العقل هو اللي بيسيطر علي. وأديك مثال آخر على ده، لو جبنا شخصين، الشخصين دول خلينا ولي أمر كل واحد منهم يقول له أنت شخص أصلا فاشل، وأنت شخص مش ناجح، وعمرك في حياتك ما هتفلح. هلاقي إن في شخص خد الموضوع بتفكير إيجابي، وشخص آخر يا بس أنت خد التفكير السلبي. فهنا ده خده حافز لي اللي انا هشتغل وانجح علشان اثبت لوالدي ان انا شخص ناجح وانت شايف نظره غلط، وشخص تاني انا هعمل ايه؟ ما هم كده كده المجتمع كله شايفني فاشل، فخد التفكير السلبي بالنسبه له. ناخد كمل. لا كمل. اتفضلي. لا لا لا، ناخد من كلامك بقى فكره الحافز يا احمد، ده يمكن من الحاجات المهمه جدا. وجهه نظرك انه الحافز ده يغير التفكير تماما يعني؟ ما هي دي بقى بقيه الفكره اللي انا بتكلم فيها. نفس المثير راح لشخص خلاص هنا اختلف التفكير من شخص الآخر، هو نفس المثير اللي موجود، واحد خده حافز وغير تفكيره، وشخص تاني خد الموضوع بنظرة سلبية. يبقى إذن زي ما أنت بقولت، هي فكرة التفكير اللي ممكن تخلي الموضوع أخده حافز ويوديني لطاقة إيجابية مش طاقة سلبية. فبالتالي أنا بعيد التفكير مرة واثنين وثلاثة. وأنت في حقيقة الأمر أقول لك على حاجة بس، أنت لو أحمد دخل النهاردة وأنت شغالة مع أحمد وأنت ما بتحبيش أحمد، النهاردة نزلتي في اليوم في الشفت لقيت أحمد موجود معاكي، إيه اللي هيحصل؟ قبل ما تبدأ اليوم يومك قفل. ليه؟ عشان انت اعتدتي مره في اثنين في ثلاثه، حصل موقف اثنين ثلاثه اربعه سبع مواقف مع احمد، وهقول لك ليه بقول سبعه عشان الدراسات اثبتت كده بالمناسبه يعني. فخلاص بقى خلاص اليوم اللي بشوف فيه احمد فانا بالنسبه لي ده يوم وحش. لان الدراسات اثبتت من سبعه ل 17 مره لو حصل معاكي نفس الموقف او انت فكرتي بالموقف ده بنفس الطريقه عقلك خلاص اتبرمج. انا بشوف الحاجه دي بقت تعصبني، بشوف كوبايه القهوه دي على المكتب فاتنرفزت او تشائمت. فاقدر انا من خلال تفكيري اكونترول الموضوع وابتدي اللي انا اشتغل على نفسي فيه. فانا التفكير ثم التفكير ثم التفكير هو اللي اقدر اضبط فيه نفسي. ده حقيقي. وعجبني كمان فكره الحافز، لانه ده من الحاجات اللي بتخلينا نفكر بطريقه ايجابيه اكتر. احنا بنتمنى ان كلامنا النهارده يكون اديكوا كده طاقه ايجابيه على الصبح، وتخلصتوا او عرفتوا ازاي تتخلصوا من الطاقه السلبيه، وشويه كده حاجات بسيطه نعملها في يومنا عشان نقدر نعيش كده حياتنا بطريقه وفكر سليم يخلينا قادرين نمارس حياتنا واحنا مبسوطين. احنا بنصبح لحضراتكم، بنتمنى لكم النهاردة كل الطاقة الإيجابية. صباح الخير يا مصر.